لكم حياكم كيس كافيه. أنا اسمي هاجر علي عبد الله علي، ساكنة عجمان مسيرة. أنا عمري 17 سنة، أجلس مجلس عجمان سحاب الحمى. هذا كافي مال أخواني، أحب أسوي عصاير وكافي، أحب أسوي سويتات حق أمي وإخواني، أسوي عصاير وكافي. أحب كافي أكو إخواني وأبوي، وأحب أعلم الكافي والسكر. طبعا نشكر القيادة الرشيدة على دعمها الدعم للمواطن الإماراتي وتشجيعهم وبرخص فئة متلازمة داون. وطبعا أختي هاجر لها شغف ولها الرغبة أنها يكون لها بزنس خاص فيها على إقرار إخوانها وأبوها طبعا، ونحن دائما نحب نشجعها ونسمع لها ونأخذ آراءها سواء عندنا في الكوفي ولا في البيت ولا في الطلعات ولا في الروحات أو الريايات. ونحن كعائلة دائما نفتخر أن عندنا بنت بفئة متلازمة داون معانا في البيت.